السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد سامي من موقع English2Fun.com، والنهاردة هقول لكم الكلام النهائي بالنسبة للمحذوف في مناهج اللغة الإنجليزية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي 2020. طبعا هبدأ بتالتة ثانوي عشان قناتنا متخصصة للصف الثالث الثانوي. قبل ما اقول بس الخبر، انا بحب اكد ان الخبر مؤكد نقلا عن مكتب مستشارة اللغة الانجليزية، وهوريكم صورة من القرار الرسمي في اخر الفيديو للمصداقية. ايه اللي اتحذف في منهج الانجليزي للصف الثالث الثانوي؟ نبدأ بتالتة ثانوي. بالنسبة للوحدات المحذوفة لتالتة ثانوي هي يونتس 15 16 17 18، يعني مقرر علينا أول 14 وحدة بس. المقرر علينا في تالتة ثانوي أول 14 وحدة فقط. وبالنسبة للقصة اتلغى تشابترز 7 و 8، يعني مقرر علينا فقط أول 6 فصول في القصة. بالنسبة بقى لنصيحتي ليكم يا شباب، شباب تالتة ثانوي، بنصحكم تعملوا الآتي. بالنسبة للجرامر، مش مهم تركزوا على آخر 4 وحدات في مذاكرتهم مادام اتلغوا، مش مهم انكم تركزوا على ال4 وحدات الأخرانيين. بس عايز أقول لكم حاجة، يعني وانتوا بتحلوا امتحانات لو قابلتكم جملة عن الوحدات الملغية حلوها واعرفوا فكرتها. ليه؟ لأن الإنجليزي تراكمي، وممكن مثلا يعني يجيب جملة تكون مرتبطة بمناهج أولى ثانوي وتانية ثانوي أو إعدادي، فبالتالي يا جماعة إحنا ما نضمنش، ممكن يجي جملة ولا حاجة من الملغي دوت ويبقى بناء على إنكم خدتوها قبل كده، فمش هتخسروا حاجة وإنتوا بتحلوا امتحانات. لو قابلتكم جملة على قواعد آخر 4 وحدات حلوها عادي وافهموا فكرتها، مش مهم تذاكروا ال4 وحدات، بس على الاقل لو قابلتكم جمله وانتم بتحلوا تفهموا فكرتها. اما بالنسبه لكلمات اخر 4 وحدات فانا بنصحكم تحفظوهم لسبب ان ممكن الكلمات دي ما كانتش هتيجي في سؤال تشوز، فممكن تفيدكم في القطعه، ممكن تفيدكم في الترجمه، ممكن تفيدكم في الباراجراف، ممكن تفيدكم يعني في كل اجزاء الامتحان، ممكن تفيدكم في الديالوج. يعني اذا الكلمات مش هتخسروا حاجه لو حفظتوها. اما بالنسبه للقصه فطبعا كده اخر فصلين مش لازم نذاكرهم خالص يا جماعه، اخر فصلين مش مهم يتذاكروا خالص، بس ممكن تقرؤوهم على اساس تعرفوا نهايه الاحداث ايه. في ناس هتبقى متشوقه تعرف نهايه الاحداث ايه، فممكن يذاكروا، مش يذاكروا يعني، ممكن يقرأوا اخر فصلين للاطلاع فقط، والمذاكره تكون مركزه على اول 6 فصول. ماشي كده يا جماعه؟ طيب ده بالنسبه لثالثه ثانوي. بالنسبه لثانيه ثانوي، تانية ثانوي مقرر عليهم من الوحده 9 لغايه الوحده 13، واتلغى الوحدات 14 و15 و16. اما بالنسبه الاولى ثانوي فمقرر عليهم 3 وحدات فقط، مقرر عليهم الوحده 7 والـ8 والـ9. ماشي كده؟ اما بقيه الوحدات من 10 للـ12 اتلغوا. ده بالنسبه لاولى ثانوي وثانيه ثانوي. هوريكم دلوقتي صوره للقرار عشان المصداقيه، صوره القرار، والقرار لسه نازل النهارده يا جماعه من مكتب مستشاره اللغه الانجليزيه ايمان يوسف. ايمان يوسف ده اسم مستشاره اللغه الانجليزيه. دي صوره من القرار اهي يا جماعه عشان الناس تصدق، دي للمصداقيه. خلاص كده زي ما حضراتكم شايفين اهوت، وزاره التربيه والتعليم، مكتب مدير عام تنميه اللغه الانجليزيه، الاجزاء المقرره اللغه الانجليزيه من الصف الثالث الابتدائي الى الصف الثالث الثانوي. ده بس كده للايه؟ للمصداقيه. ارجو لو كان عجبك الفيديو تضغط لايك، وارجو تشترك في قناه اليوتيوب عشان توصلك الفيديوهات الجديده، ويا ريت تفعل الجرس لو امكن عشان تضمن ان كل التنبيهات توصل. وارجو من حضراتكم زياره موقعي الرسمي mrahmadsami.com، وارجو من حضراتكم زياره موقعي المختص باللغه الانجليزيه english2fun.com. كان معاكم مستر احمد سامي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.